نافخ الفقاعات، تأليف مهند العاقوس. كان كريم سعيدا بقدوم العيد، رغم أنه لم يشتري ثيابا أو ألعابا جديدة، لكنه تمكن من جمع 8 علبة فقاعات، فقد كان يحلم بها دائما ويتخيل أنه سيرى أحلامه داخل تلك الفقاعات. وأخيراً اشترى كريم علبة فقاعات وراح ينفخ في القطعة الدائرية البلاستيكية، فخرجت منها فقاعة صغيرة. فهتف: أحلم بدراجة جديدة! وفجأة كبرت الفقاعة وراحت تهرب من كريم وهو يطاردها بدهشة. وبدلا من الدراجة رأى كريم كرسيا داخل الفقاعة فاستغرب واستمر بالمطاردة. بعد قليل حطت الفقاعة قرب طفل فقد قدرته على المشي، وأهدته كرسيا بعجلات متحركة. كان الطفل سعيدا بهدية الفقاعة، وكريم شعر بالسعادة أيضا. نفخ كريم ثانية وخرجت فقاعة صغيرة فهتف: أريد طعاما شهيا! وهذه المرة رأى كريم الطعام داخل الفقاعة، كان ملونا وشهيا، فراح يجري خلف الفقاعة. وفجأة حطت الفقاعة على طاولة طفلة يتيمة وقدمت لها الطعام الشهي. ابتسم كريم وهو يفكر: هذه الفتاة تحتاج للطعام أكثر مني. نفخ كريم مجددا وكبرت فقاعة أحلامه فهتف: أريد قصرا! وفجأة ظهرت في الفقاعة خيمة واسعة. طارت الخيمة داخل الفقاعة وحطت فوق أطفال مشردين. راح كريم ينفخ الفقاعات ويملأها بأحلامه ويتركها تطير إلى كل الأطفال. منذ ذلك اليوم ينفخ كريم الفقاعات ويهدي أحلامه للآخرين ويهتف: يوما ما سأحقق أحلامي وأحلام كل الأطفال.